تحياتي لكم. اليوم نهارنا مش عادي، شرفنا صديقنا ومتابعنا ادونيس من منطقه طرابلس حتى نصور له هسي 300 اي ام جي باكج 2015 على خدمه عرضها الان. خليكم نحكي انا وياكم بالزوايد من برا ومن جوا. بنبلش بالجي تيجريل اي ام جي جلوسي بلاك 19 انش مع شف كروم، ويلا على السحبات. المرايا بلايند سبوت وفولدنج مثل ما عم نشوف، والسياره بتفتح وبتدور على البصمه، ويلا على النهائيات. سنسر عندنا البايبس اي ام جي، عندنا باك اب كاميرا، وعندنا شفره غطا السنسر. نبلش انا وياكم يا شباب بهالخشب الحلو المميز لونلي جراي، الكراسي كهرباء، حمايات فرش، بلايند سبوت بقلب المراي، بضبوا على الكهرباء بتفتحوا بتدور على البصمه، مالتي فانكشن ستيرينج مع الشفترز. شوفوا الشاشه الكبيره وهيدي الباك اب كاميرا يا احلى شباب. وهون مرافقنا الخشب الجلد الاحمر داخليه الخشب الجراي الحلو، وهي الباك. هاي لمحه عن الموتير الاربعه سلندر التوربو، طبعا هيدا سقف البانوراميك. طبق سيارة سي 300 مميزة، ما عليك الا تتواصل مع الرئيس ادونيس. شرفتنا، اهلا وسهلا فيك. مين ما حابب يعمل مثل الرئيس ادونيس ما يتاخر ويحجز موعد حتى نصور سيارته على خدمة عرضها الان. مثل ما دائما نقول، الله يبعد الدربات ويهني صاحب النصيب. صوره وسعره على الويب سايت تركيم موتورز.com.